الطاقة العامة لك برج العذراء هي طاقة التواصل، فأنت من المحتمل أن تكون في طاقة تواصل مع الحبيب أو في طاقة غضب منه، أو أنكما تتحدثان كثيرا على الإنترنت، أنتما ربما تكونان في علاقة جديدة تعرفتما على بعضكما عن طريق السوشيال ميديا، وأنت الآن في تواصل عالي معه، وأنت أو في طاقة كلام، طاقة أو طاقة غضب. الآن سنعلم. أنت ترى الحبيب بأنه ربما يكون مختلف عنك في الجنسية أو من بلد آخر، أو مختلف عنك في أي شيء آخر، وتراه بأن له عمل خاص وأنه ذات قيمة عالية في المجتمع، وعنده من الاستقرار المادي والعملي الشيء الكبير. الحبيب يقدم، هو يحبك ويعرض لك، لا أقول بأنه يحبك يحبك، هذه كرت الإعجاب، هو يبدي له لك إعجابه بك، وعنده طاقة عالية تجاهك، ولكن احتمال بأنكما متواصلان بالروح أنت وهو، وهو بعيد عنك ويقدم لك مشاعر جميلة، ربما يكون متباعد عنك، ربما أنتما في علاقة جديدة تعرفتما على بعضكما عن طريق الإنترنت، والآن هو متباعد عنك، ربما قدم لك عرض بالحب ثم انسحب. فلنعلم هل الآن طاقتك هي طاقة توازن وضبط نفس، وأنت الآن في سلام وهدوء، وتحاول أن توازن الأمور في عقلك وتتحكم بانفعالاتك، وأنت ترى بأن هذه العلاقة أتت في وقت غير مناسب، وتحاول أن تكون متوازنا وتضبط نفسك وتضبط انفعالاتك وتحاول أن تكون مستقرا. طاقة الحبيب أنت تراه ربما متزوج أو قوي ذو سلطة عالية ومركز مرموق مستقر ماديا، عنده من القوة والسيطرة الشيء الكبير، أو إنه مسيطر على تفكيرك وحياتك أيضا. مشاعرك تجاهه، أنت تشعر ربما بأنه دار ظهره للعلاقة ويفكر بشيء آخر، ولكنه هنا أرى أنه ما زال متمسك بك، ولكن هو عنده اختيار آخر، يحاول أن يختار ويقرر أيهما يريد، هو في حالة حيرة بينك وبين شخص آخر، وهنا تظهر لي الطاقة بأنه مرتبط أو متزوج، وهو من الأغلب بأنه من بلد آخر مختلف عنك. يرى الحبيب بأنك قد تركت العلاقة أيضا واتجهت باتجاه آخر مختلف تماما عن اتجاهك معه، وأنت أيضا تركت العلاقة ودرت ظهرك كما يراك هو، أنت تراه هكذا وهو يراك هكذا، أنت عملت تغييرات جذرية في حياتك ولم تعد تريده في حياتك، هو هكذا يشعر. نوايا الحبيب تجاهك، هو يريد أن يتباعد ويتواصل فقط معك بالروح، ويكون ويفكر بك فقط، ويختفي عنك لفترة من الزمن لأنه لا يعلم ما حقيقة مشاعره وما حقيقة مشاعرك أيضا، فهو مختفي عنك في هذه الفترة، وهو ينوي أن يختفي عنك في هذه الفترة ولا يبين لك ولا يظهر لك أي مشاعر على وجهه، وربما يختفي عن السوشيال ميديا ولا يريد أن يتواصل معك، ربما يكون قد قطع معك بالفعل العلاقة ولا يتواصل أيضا بالكلام، أو ربما قطع معك الاتصال أو الرسائل أو أي ما أو أي شيء آخر. هذه هي خطوة القادمة.
أنا أرى في هذه الكروت بأن الخطوط القادمة هو يريد، هو لا ينوي أن يعمل معك أي خطوة جدية، ولكنه يريد بأن يقول لك بأنه يراك توأم لروحه، وهو يحبك كثيرا، وهو أنت بالفعل أعجبته كثيرا، وهو وأنت الشخص الذي يتمناه في الحياة، إلا أن ظروفه ربما لا تسمح له بأن يكون معك. ربما يكون عنده عمل أو بعيد عنك بالمسافات، لا يقدر أن يكون معك في علاقة، أو أنه متزوج، أو أنه عنده أي ظرف يمنعه من أن تكونان مع بعضكما. هو يحبك كثيرا، ولكنه لا ينوي أي خطوة جدية بالارتباط معك. هذه هي مصير العلاقة، التهرب، التسلل والتهرب من العلاقة بخفة وبدون أن يترك وراءه أي جرح في قلبك عنه. هو يحبك ولا يريد أن يجرحك. هذه هي مصير العلاقة. للأسف أنا أقول ما أرى في هذه الكروت، لا أحد يغضب لو سمحتم. هذه بالنهاية هذه قراءة، واحتمال بأنها تنطبق على واحد، واحتمال أنها لا تنطبق إلا على بعض الأشخاص، لا أعلم ما هي نوايا النصيحة لهذه القراءة. تقول لك بأنك التزم الهدوء والصبر، ولا تظهر أنت أيضا مشاعرك. احتفظ بما عندك، احتفظ باستقرارك المادي، استقرارك العاطفي، وحافظ على توازنك أيضا العاطفي. كما أنت هل الآن متوازن؟ أنت في هذا الكرت متوازن، وأنت في هذا الكرت متوازن، فأنت إنسان عاقل أيضا وحكيم. هو عاقل وحكيم وأنت عاقل وحكيم. أنت تحبه ولكن لا تريد أن تظهر مشاعرك، وهذه هي نصيحة الدار. التزم الهدوء والصمت. إذا غير رأيه هذا الشخص سيأتي لوحده، وإذا لم يغير رأيه فلتبقى العلاقة كما هي الآن، تواصل خفيف، تواصل روحي، وربما تتغير الطاقة بعد فترة. شكرا لكم مواليد برج العذراء على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.